Plastics 2022, it is really a committed for the plastics industry. Plastics event, it is the right event for Egypt, but also for Africa and the whole world. شايفين إقبال لم يكن موجود من قبل، يعني بالرغم من إن إحنا عندنا جائحة كورونا، بالرغم من عندنا تحديات كبيرة جدا، ولكن لا، زائرين كتير، معرض زحمة، الإقبال على الشراء والتعاقد على المواد الخام وعلى مستلزمات الإنتاج وعلى البضائع الجاهزة سواء كان من التجار أو من الصناع، لا أنا شايف إقبال ما شاء الله، يعني السنة دي حاجة تفرح بجد. المعرض موفر كل شيء نحتاجه، قدرنا نوصل لشريحة كبيرة من المصنعين للمصانع البلاستيك على أساس نقدر نقدم لهم خدماتنا. معرض بلاستيك 2022 يعتبر من أفضل وأنجح المعارض اللي شهدناها في السنوات الماضية. المعرض بيمثل لي أهمية كبرى إن أنا بقى أشوف آخر حاجة وصل ليها تكنولوجيا البناء في المواد المستخدمة وطول عمرها واستحمالها ومواصفاتها وإلى آخره من المواصفات. احنا والله المفروض ان احنا عندنا مصنع وعندنا طاقة انتاجية، تمام، فالمفروض ان احنا بنزود او بنطور، في حالة وجود حاجة زيادة علينا في المكان هنا نستفيد منها. المعرض متطور عن السنين اللي قبل كده.